سفر الرؤية أو سفر أبو غلامسيس، يعني الرؤية برضو. السفر ده بقى من الأسفار المهمة جدا في الكتاب المقدس، والسفر ده بيعتبر هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد. كمان السفر ده فيه ميزة حلوة قوي، أول ما بتفتح السفر وتقراه بيقول لك إيه في السفر؟ بيقول لك طوبى لمن يقرأ هذا السفر، اللي بيسمع أقوال هذا السفر. فيعني اللي بيقرأ هذا السفر للتطويب والتمجيد من ربنا نفسه. وتعالى نخش مع بعض ونشوف بانوراما عن هذا السفر العظيم. أول حاجة هنلاقي إن السفر اتسمى بعدة أسماء، يعني سفر الرؤية أو كمان أبو غلامسيس اللي تعني الرؤية، وكمان سموه سفر الإعلان لأن هو بيعلن حاجات ربنا عايز يوصلها لنا. كمان هنلاقي في الكنيسة القديمة، يعني الكنيسة الأولى، كانوا بيسموا السفر ده سفر الجليان، يعني سفر الكشف عن المقاصد المسطورة اللي ربنا عايز يوصلها لنا. والسفر ده بيتميز ان فيه اعلان ورسالة ربنا عايز يوصلها للشعب. عايز اقولك ان السفر ده اتكتب حوالي سنة 95 او 96 ميلاديا في جزيرة بطمس، واللي كتبه كان القديس يوحنا الحبيب. كتبه في وقت صعب، كان منفي في جزيرة بطمس حوالي سنة ونص وبيتعرض لاضطهاد شديد جدا، وكان سبب النفي ان الامبراطور دوميتيانوس نفاه هناك وعشان يضيق عليه جدا ويعذبه. السفر ده ربنا خلى القديس يوحنا يشوف الرؤية دي عشان تكون تعزية ليه وسط السجن، وكمان يعزي الكنيسة اللي تعرضت من الاضطهاد شديد جدا. ان مخطوطات قديمة بتشير ان القديس يوحنا هو اللي كتبها، شبه المخطوطات السينائية والفولجاتا اللي كتبها القديس جيروم، وكتير من اباء الكنيسة الاولى اشارت ان القديس يوحنا هو اللي كتب السفر. لما تبدأ تقرأ السفر هتلاقي ان السفر بيتكلم بطريقة رمزية وطريقة مشفرة. بطريقة رمزية لأنه هو بيتكلم عن أحداث نبوية ممكن تحصل في المستقبل، وكمان محتاج إن الإنسان يكون ليه علاقة كبيرة بربنا كان يكشف له عن الطريقة الرمزية والنبوات اللي موجودة في السفر. وكمان اتكتب بطريقة مشفرة ليه؟ لأن القديس يوحنا كان مضطهد وكتبوا للناس المضطهدين والمتألمين، فتلاميذه بس اللي هيقدروا يفهموا الكلام المشفر بتاعه. فالسفر ده من خلال قرايتك ليه هتلاقي حاجات ربنا عايز يوصلها لك، يعني هتشوف ان ربنا موجود وسط الكنائس ومهتم بيها وبيرعاها وبيشوف اعمال كل واحد فينا. كمان بتشوف الكنيسة المضطهدة والكنيسة التعبانة اللي بتجاهد ضد الالام وضد الاتعاب، وازاي ان ربنا واقف معاها وان هو بيتجلى ويظهر ليها وسط الاضطهاد وسط الاتعاب. كمان في الاخر هتشوف مكافأة احتمالك للاتعاب والضيقات، يعني هتشوف اورشليم الجديدة واللي نازلة من السماء، وان ربنا جاي ويبدأ يشوف الدينونة ويجازي كل واحد حسب أعماله، وأن الناس اللي استحملت الاضطهاد واللي جات من الضيقة العظيمة هتدخل أورشليم الجديدة. وكمان هتشوف نعمة ربنا اللي سندت أولاده، لأن في آية مهمة جدا في السفر بتقول وهم غلبوه بدم الخروف، اللي موجودة في رؤية 12-11، يعني إحنا هنغلب الشيطان والمضايقات والأتعاب بدم الخروف المسبوح. كمان هتلاقي ان السفر ده من خلاله في رجاء، في نصرة، في تسبيح في السماء، وكمان هتشوف السماء خلال السفر ده. هتشوف ان ربنا بدأ ان هو يعزي اولاده وشعبه، وهتلاقي ان في السفر ده في حوالي 7 رؤى، وده يعتبر بانوراما سفر الرؤية.